من ضمن المسائل المحيرة في تحديات الحياة وابتلاءات الحياة إن حد حصلت له قبل كده مشكلة أو مصيبة فانهار انهيار جامد جداً وتصرف تصرفات لما قعد وعقل حس إن هو أهان نفسه وما كانش في موقع الراضي بل الساخط على أقدار الله. فبدأ يسأل طب التحديات ده شيء من سنن الحياة، في شيء ممكن أعمله علشان أجهز نفسي لو قابلتني تحديات؟ وهل لو بدأت أجهز نفسي لتحمل ابتلاءات الحياة ده مش استدعاء للبلاء ده والمصايب دي وسوء ظن بربنا سبحانه وتعالى؟ موضوع محير جدا. مبدئيا النهاردة القضية مش قضية إنك بتستعد لابتلاءات ومصائب الحياة، الفكرة إنك أنت محتاج تفهم طبيعة الحياة. الحياة دي عاملة زي مضمار السباق، في حتة ناعمة جدا تمشي فيها بسهولة وفي حتة وعرة محتاج منك شوية مهارات جاهز لها، وفي حتة محتاج عضلات عشان تعرف تطلعها، وفي حتة مش هتعرف تعدي منها إلا لما تربي لك عضلات رهيبة. واعمل حسابك على كده، وربنا قال كده في القرآن، قال لتركبن طبقا عن طبق. الحياة مش هادية كده، فيها منحنيات طبقات. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في أحداث فيها تحديات ومشاق، ما تحكش علينا ربنا ولا خب علينا الموضوع ده، بل في نوع من تفهيم لربنا لينا لمعنى ثابت في الحياة وهو التحديات علشان الإنسان ميبقاش محتار. وهنا لما ربنا كلم الصحابة قال لهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وفي كل مرة كانوا بيزلزلوا كان ربنا بيكرمهم وبينجيهم وبيرتقوا وبتعدي على خير. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيفهمهم أنه لما يدعي بالثبات في المحن ده مش استدعاء للمحن والمصايب. كان يقول في البخاري ومسلم عشان ما تحتارش، فاكر نفسك لما تقول ايه طب انا عايز ما يحصلش فيا اللي حصل قبل كده لما حصلت لي مشكله وانهارت، اجهز نفسي ازاي؟ تيجي تجهز نفسك وتتعلم علوم اللي بتثبت القلب تقول انا كده بستدعي المصيبه ولا ايه؟ لما النبي دعا كما في الصحيحين اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء، ما كانش بيستدعي البلاء. جهد يعني ان البلاء يبقى طاقته كبيره جدا تجهدني وتخليني ما بقاش راضي. طبعا النبي بيعلمنا عليه الصلاه والسلام ودرك الشقاء، ان البلاء ده يخليني انزل في دركات الشقاء وسوء القضاء، ان ما اشوفش حكمتك وما اشوفش رحمتك فلا ارى الا السيء وشماته الاعداء. لما كان بيدعي الدعوات دي ما كانش فيها استدعاء للبلاء، انما كان فيها رؤيه لطبيعه الدنيا ان ممكن تعدي بي بعض التحديات في المال او في الصحه وانا عايز اكون على مراد الله اذا مر بي. لان في بعض الناس ممكن كل ابتلاءاتهم تبقى بالخير، ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم من شويه ممكن يبقى البلاء اصلا بالعطاء مش بالمنع. وهنا في معلومه مهمه جدا في الوسط العلمي بتاع العلم النفس والوسط العلمي الديني كمان، فكره كتاب ذا سيكريت اللي هي قانون الجذب، اللي بيقول انك انت لو فكرت في حاجه كتير في طاقه بتطلع منك تجذب لك الحاجه دي فتتحقق. هذه الفكره مرفوضه عند علماء النفس ومرفوضه عند علماء الشريعه، لان الواقع اصلا بيرفضها. مش كل اللي فكروا في الشفاء ربنا شفاهم، في أقدار. مش كل اللي فكروا في النجاح ربنا نجحهم، ممكن نجحهم في حاجة تانية وكان عندهم محنة في الموضوع اللي قعدوا يفكروا فيه هنجح. أما العلماء النفسي بيقولوا إيه، وده متمشي اللي هقوله لك ده مع علماء الشريعة، قالوا إن في حاجة اسمها المايند رادار، الرادار العقل، لما بتفكر في حاجة قوي بتبدأ تشوف فيها الدنيا. يعني لما تفكر أنك أنت إن شاء الله هتعبر البلاء ده تبدأ تشوف تحديات الدنيا إن هي أنت قدها. لما الإنسان يفكر في النجاح بيشوف المعوقات إن هي ضريبة طبيعية جدا، لما تفكر في الفشل بتشوف إن المعوقات واضح إن مش مكتوب لي إيه إن أنا أنجح، واضح باينة من أولها. فحسب تفكيرك في الشيء بتشوف بيه أحداث الحياة. فأنت لما تكون محتار وبتقول هو أنا يعني لو قعدت أجهز نفسي عشان أبقى أقوى لو قابلتني تحديات ده استدعاء للبلاء؟ أبدا إطلاقا، ده جزء من دورك تجاه نفسك لما تستعيذ بربنا من جهد البلاء أو تسأل ربنا المعافاة سبحانه وتعالى. وده متمشي جدا مع فكرة تفاءلوا بالخير تجدوه. إنسان لما يتفائل إن شاء الله ربنا هيثبته ويكرمه مهما حصل في الدنيا يجد الخير، ومتمشي جدا جدا مع حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده بيقطع الحيرة،
ان انا لو قعدت افكر كده ازاي اثبت نفسي قدام تحديات الحياة المتوقع ان انا اقابلها، ان انا بستدعي، لا مش بتستدعي اطلاقا. انت بتعمل كده عشان تربي نفسك على رؤية خير ربنا اللي موجود وكامن يقينا في كل تحدي. فاكر لما النبي قال عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابته ضراء صبر كان خيرا له، لانه عارف ان الفرج جاي وان ربنا لطيف وقريب، وان اصابته سراء شكر كان خيرا له. فما تحتارش، انت اتعلم ازاي انك انت تبقى عندك بيسموها رابط الجأش قوي، وده مش معناه استدعاء للبلاء، وربنا يثبت الجميع ويعافينا من كل بلية او مصيبة.